والمزيد ينضم إلينا من طهران المراسل العربي ياسر مسعود. ياسر، إذن بيان أمريكي خليجي يتهم إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، ويحض طهران أيضا على اغتنام فرصة مفاوضات فيينا. كيف انعكس هذا البيان في الداخل الإيراني؟ سرمد، حتى اللحظة لا يوجد هناك تعليق رسمي إيراني بداية على هذا البيان الخليجي الأمريكي، ولكن يقرأ هنا في التحليل بأنها تأتي ورقة ضغط على طهران قبيل المفاوضات، مفاوضات فيينا، وأيضا حتى فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع الجانب السعودي، المفاوضات الإقليمية أو الثنائية، وبالتالي هي محاولة للضغط على طهران من أجل الموافقة ليس على ما يتعلق ببنود الاتفاق النووي فحسب، إنما لتوسيع دائرة المفاوضات مع طهران تتعلق بدورها الإقليمي ومنظوماتها الدفاعية التي ركز عليها البيان فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وأيضا الطائرات المسيرة الإيرانية التي توجه إليها اتهامات بشأن دورها الإقليمي. وبالتالي في هذا الإطار طهران قد لا ترد، وربما إن ردت بالطبع سيتم توجيه أيضا اتهامات مضادة إن كان إلى أمريكا أو إلى السعودية، خاصة وأنها تعتبر هذا وفقا للموقف الإيراني، يعني يمكن القول بأنه المبدئي على مدى السنوات الماضية، بأنها ترى كل ما يجري من زعزعة لاستقرار المنطقة ودول جوارها هو مرتبط ارتباطا مباشرا بالتدخل الأمريكي ودورها ودور واشنطن وحلفائها أيضا في المنطقة. وأيضا لأكثر من مرة دعت السعودية إلى تغيير سياساتها الإقليمية، وبالتالي هي تبادل اتهامات يعني حاضر هذا. وأيضا على الجانب الآخر الإيراني أيضا تنظر بهذه الشكل. من طهران مراسل العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك.